السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في lesson 2. lesson 2 بيتكلم عن ال types of adaptation. احنا كنا قبل كده خدنا what the meaning of adaptation, change of living organisms to survive and reproduce. طيب what is the type of adaptation? structural, behavioral. what's the difference between structural and behavioral? طيب نركز كده. في حاجات احنا بنعملها change في حياتنا بس بنعملها عشان ربنا خلقنا كده. يعني انا دايما ببص لايدي اقول سبحان الله ربنا اداني 5 fingers, في fingers منهم بعيد و4 جنب بعض صح. لو ما كانش كده ما كنتش هعرف اشيل الباك بتاعتي, ما كنتش هعرف استخدم البن بتاعي. تمام. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان ربنا اللي خلقني كده, فده structural adaptation. زي blood waving, blood waving بتاع البنجوين, the cold blood move up, the warm blood move down, دي ربنا اللي خلقه كده, فدي مش احنا اللي عملناه. فعشان كده بنقول عليها ايه؟ structural adaptation. نقول عليها ايه؟ structural adaptation. لكن بقى لما اكون انا مثلا in the winter I wear a coat, I wear a jacket, عشان انا بردان. طب in the summer لا, I will wear مثلا shirt or t-shirt, I will eat ice cream. دي behavioral adaptation احنا بنعملها عشان بنحاول ن avoid ال hot weather ده او ال very sunny days. يبقى ال structural adaptation, يبقى احنا we have two type structural adaptation, behavioral adaptation. structural adaptation, behavioral adaptation. the meaning of a structural adaptation is change in the structure, change in the structure, change in structure. and behavioral adaptation, what's the meaning of behavior? change in the activity, change in the activity. عشان كده لما يجيني write a scientific term او ملاقي كلمة structure يبقى structural, behavior يبقى behavioral. يبقى انا بميزها من كلمة structure. قلت لهم لو لقينا كلمة structure اكتب انا كلمة structural. طب اكتبها ازاي structural دي؟ قال لي structure سهلة جدا, شيل ال E وحط A L, شيل ال E وحط A A L, شيل ال E وحط مكانها A A L. تمام يا شباب. طيب ال behavioral اعرفها منين؟ الاقي كلمة behavior, اما الاقي behavior يبقى behavioral adaptation. behavior معاها ايه؟ behavioral adaptation. عرفنا الفرق بين structural behavior. زي مين كده؟ زي ال blood vessels في ال penguin feet, زي ال sac fur بتاع ال polar bear. دي حاجات ربنا اللي اديها له, بنقول عليها structural. يعني ايه رايز scientific term؟ عشان اكتب جملة وهو بيديني جملة كاملة وانا اكتب الكلمة. يعني هو يجي لي في الامتحان يقول لي change in the animal body structure, اكتب انا الاجابة ايه؟ structural adaptation. change in the behavior, behavioral adaptation. زي الليزرد لما بتعمل search for shaded area عشان تستخبى عشان الجو very sunny, ده behavioral adaptation. عرفنا الفرق بين structural and behavioral adaptation. طيب ايه الاكزامبلز اللي احنا هناخدها بقى عندنا؟ قال لي اول حاجة هناخد the difference between ال fennec fox وال arctic fox. طبعا اول حاجة فرق ما بينهم, اول حاجة الهابيتات اللي هو الهوم. ال fennec fox بيعيش في ال dry desert, في الديزرت. الاركتيك فوكس بيعيش في التوندرا او بيعيش في الايس او السنو او البولر. ده الهابيتات بتاعتهم. في عندهم structural adaptation, ربنا خلقهم بحاجتين مختلفين عن بعض, انه الكالر بتاع الفور بتاعهم والاير بتاعتهم. الفور كالر طبعا واضح جدا في الفينك فوكس ان الكالر بتاع الفور بتاعه واضح ان هو ايه, زي ما احنا شايفين dark color, sandy color, tan color. بنقول عليه sandy color فور, tan color فور. التاني اللي احنا بناخده لما نسافر اي مصيف او اي مكان. الاركتيك فوكس طبعا وايت فور زي ما احنا شايفين, بس هو بيبقى وايت في الوينتر بس, يعني مجرد ما الشمس بتطلع لونه بيغمق على طول. فهو عنده ثيك فور كوت كده عشان يكيب بودي وارم. طبعا باين اول فرق في الاير, هنا لارج اير وهنا شورت اير. لو خدنا بالنا هنا بص دي لارج اير ازاي, تمام, وهنا شورت اير. تمام. يبقى الفينيك فوكس عنده لونج اير او عنده لارج اير. ليه بيعمل بيها ايه اللونج اير والتورت اير دي؟ بيعمل بيها ايه يا شباب؟ قلنا يس اللونج اير او التور او اللونج اير او اللارج اير دي تو لوز هيت او تو كول اتس بودي. كنت دايما بقول للولاد تفتكروا فاكرين توم اند جيري كانوا بيلعبوا مع بعض وكل ما جيري يضايق توم فتوم تلاقيه بيطلع سموك كده دخان من ودانه. هو كده ده معناه ايه؟ معناه ان هو زهقان او متضايق جدا. فهو لوز هيت, lose heat cool body, lose heat cool body. يبقى give reason ليه الفينيك فوكس عند large ear, كلمتين lose heat cool body. ده بقى سؤال جبريت مهم جدا. يبقى lose heat cool body تاني, lose heat cool body تاني,
lose heat, cool body. طب الأركتيك فوكس بقى عنده ايه؟ عنده white fur في الوينتر و brown في ال في السمر. اوكي، ده structural adaptation. وزيادة على كده كمان هلاقي ان الأركتيك فوكس عنده short leg كمان عشان to stay warm، عارف اللي هو لما بتبقى بردان فبتقعد تتكلفت كده قوي عشان تصغر جسمك عشان تحس ان انت دافيان، هو بيعمل كده وشورت كل حاجة عنده to keep the body warm. كل دي structural adaptation ربنا خلقهم بيها. طب ال behavioral adaptation بقى بتاعهم، ال behavioral adaptation بتاعهم أول حاجة بيعمل panting. ال structural ال fennec fox panting اللي هو بيطلع لسانه بيلهث كده زي الدوج كده to cool its body، ما panting pants lot like dog. طيب ايه كمان؟ هما الاثنين بقى في البيهيفير ادابتيشن، هما الاثنين live in park بيعيشوا في كحول كده، واحد to stay warm واحد to stay ايه cold، واحد بيبرد جسمه واحد بيدفي نفسه. وتاني حاجة هما الاثنين eat all kinds of food، eat all kinds of food، دي behavior adaptation. يبقى انا عندي دلوقتي الفانك فوكس والاركتيك فوكس مختلفين في الهابيتات وفي الاستراكشر ادابتيشن وفي البيهيفير ادابتيشن. الهابيتات الفانك فوكس بيعيش في الديزرت، الاركتيك فوكس بيعيش في اي مكان ايس او سنو او بولر. الفينيك فوكس عنده 10 كلر شور واكسترا او لارج اير. طب الاركتيك فوكس لا، عنده ثيك شور لونه وايت في الوينتر ولونه تان في ال او ساندي او براون في ال في السمر. الاير بتاعته شورت اير. ليه الفينيك فوكس عنده لارج اير او لونج اير؟ تو لوز هيت او تو كول بادي، لوز هيت وكول كول اي بادي. ال behavior adaptation بتاعه الاثنين live in paro والاثنين eat all kinds of food. ال fennec fox زيادة ايه؟ بيعمل panting. هناخد كمان number 2 عندنا ال pole shark. ال pole shark ده نوع من انواع ال shark زي ما احنا شايفين في ال pictures قدامنا، ان هو عنده dark back، الباك بتاعه لونه dark وال belly بطنه لونها white belly، ده بنسميه counter shedding. البول شارك ده نوع من انواع الشارك بيعيش في الفريش ووتر والسولتي ووتر. سولتي ووتر اللي هي ميه زي ميه البحر في ووتر، والفريش ووتر زي ميه الريفر. تمام، طيب هو ده بيخليه متميز بحاجه، ان هو ما فيش اصلا شاركس عايشه في الفريش ووتر، فهو الوحيد تقريبا اللي عايش هو الفصيله بتاعته. فهو عنده less competition في الفريش ووتر، ما عندوش منافسين كتير في الفريش ووتر، فبياكل كويس جدا في الفريش ووتر افضل من السولتي ووتر. يبقى هو عنده dark back white belly، dark back white belly again، dark back white belly، ده اسمه counter shedding. counter shedding لان ده بيخليه يقدر يعمل hunting في different direction و day و night و eat different kind of food، لان هو بيقدر ايه يتلون كده يعني فوق وتحت مختلفين، فبيقدر يجات الفود بشكل مختلف. طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة لو عملنا زوم عليها كده هنلاقي ان هو عنده sharp teeth، طبعا دي عشان يعمل بيها cut prey. cut prey cut its prey cut its prey. تمام، ده بالنسبة للبول شارك اللي هو عنده dark back white belly. اخر animal عندنا هو البانثر كاميليون. البانثر كاميليون دي نوع من انواع الكاميليون، طبعا الكاميليون دي زي ما احنا عارفين كلها اللي هي الحرباء، بيبقى عندها برضو نفس الكلام structural adaptation و behavior adaptation. ال structural adaptation ربنا خلقها ال body بتاعها cover by colored scales. colored scales can hide can hide hide from enemies او hide، انها تقدر تستخبى فبتعمل change ال color بتاعها. يبقى هي عندها colored scale to can hide، يبقى give reason panther chameleon has colored scale to can hide. طيب عندها ايه كمان؟ لو بصينا في اللج بتاعتها هنلاقيها انها شكلها عامل زي حرف ال V كده، V feet shape V feet shape V feet shape. ليه؟ to hold a tree to catch a tree to attach a tree to hold a tree hold 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 the tree. الكلمة اللي أسهل بالنسبة لك احفظها. تمام، طيب ايه كمان عندها؟ structure adaptation عندها ال two eyes بتوعها open or move in opposite direction move in opposite direction one for one for right one for left، يعني في واحدة فيهم بتتحرك opposite direction، واحدة right واحدة left. تمام، ودول طبعا search for food one for food one for danger one for food one for danger، يعني بلاقي واحدة فيهم بتتحرك بتدور على الفود وواحدة فيهم بتدور لو في danger جاي عليها او حد جاي ياكلها. one for food one for danger دلوقتي ال structure adaptation بتاعنا. يبقى ال structure adaptation في البانثر كاميليون اول حاجة عنده color the scale to can hide color the scales to can hide، عنده V feet shape V feet shape، وعنده long tail to hold the tree
to hold the tree, to hold the tree. عنده كمان two eyes move in opposite direction. ليه move in opposite direction؟ search for food, search for danger. look forward او look out بيدور على ايه؟ one for food, one for danger. ال two eyes بتوعها. طيب ال behavior adaptation بتاعها اول ما بتحس ب danger بتعمل ايه؟ بتعمل three steps. اول حاجة buff up. buff up. buff up. يعني بتنفخ كده جسمها قوي. open its mouth. open its mouth. بتفتح بقها عشان تخوف اللي قدامها. change the color. change the color. again. buff up. open mouth. change the color. تاني. buff up. change the, sorry. buff up. open mouth. change the color. ده اسمه behavior adaptation when feel the dangers. ما بتحس بdangers حواليها او في حد جاي هياكلها. تعمل ايه؟ buff up. open mouth. change the color. buff up. open mouth. change the color. شكرا، وشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.